في مجموعة أشواطنا. انطلق قبل لحظات الخاص باللقاية لبكار المهدنات الأصايل لأصحاب السمو والشوق على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق المميز الجميل للأربع كيلومترات في هذه المسيرة. ونتابع معكم هذه المسيرة، نتابع هذه النوعيات الفاخرة، النوعيات المتميزة من هجنة أصحاب السمو الشيوخ الطويلة من تتسلل وتبحر على الصدارة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري على صدارة وعلى المركز الأول، مزون على المركز الثاني من هجنة العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير شقرة من تأتينا على المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع أحد شباب الهباب عبد الله بن ثعلب الهاجري، وهنا الشاهينية لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم مع مضمر خمسة نجوم حمد بن علي العويسي في التضمير. من تنطلق بهذا الأداء خامس مراكزنا قسطرة وصلت في هذه اللحظات، قسطرة هنا من هجنة العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير فعايل. من تأتينا على المركز السادس أيضا من هجنة العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، المركز السابع هنا تأتينا عدلة في هذه اللحظات، عدلة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد مكتوم مع سعيد بن راهب بن حمد بن غدير الاجتبي المنطلقة الوصول من شواهين من هجن زعبيل بقيادة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، والوصول الوصول من الشاهينية لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع خليفة بن سلطان بن رشيد في هذا الانطلاقة المتحدة قادمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد مكتوم مع سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي المحنق بهذا الانطلاق. عاشر مراكزنا تأتينا الشاهينية لسمو الشيخ خالد بن أحمد القاسمي وسالم بن حميد الخاطري في تضميرها. هذه هي نتائجنا للمراكز العشرة الأولى، ذعناها على حضراتكم. لنا عودة إلى صدارة، لنا عودة إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى التغيير الذي طرى وجرى على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول من شقرة. من غيرت النتيجة رأس على عقب وانتزعت صدارة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن ثعلب الهايري المسيطر على زمام الأمور. وصلت العدلة، العدلة هنا قادمة، عدلة عدلة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع المحنق سعيد بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي وفعايل على المركز الثالث من هجنة العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وتأت الشاهينية الرابعة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم محمد بن علي العويسي، والطويلة خامسا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري. وسابع المراكز المنطلقة هنا القادمة في هذه اللحظات شواهين من هجن زعبيل مع راشد بن محمد بن سعيد بن مرو شد، والقدوم ايضا هنا من المتحده في هذا الانطلاق. سابعا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي. هناك مزون القادمه من هجن العاصفه مع الواثق حمد بن راهب بن حمد بن غدير نشوه. تاتينا تاسعا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع مطار بسيب الاحد الهايري. وعاشر المراكز المنطلقه قسطره هنا لهجن العاصفه مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وبعود إلى الصدارة، بعود إلى المقدمة، بعود إلى هذا المنظر المميز، إلى هذا المنظر الجميل. وأرى هنا العدل من تسللت على الصدارة، العدل انطلقت على المقدمة على المركز الأول وبمعيتها نشوة من الجانب الآخر. يسلم يا سلام، تحدي جميل، الوصول من المتحدة. المتحدة أيضا قادمة تبغي تنضم إلى ثلاثية الانطلاق، ثلاثية التحدي، ثلاثية الإثارة. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا المنظر المميز. أرى هنا المتحدة، المتحدة هو العدلة، هو نشوة. الله، المتحدة تغير على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، نشوة بمعيتها من الجانب الآخر. لمن الفوز؟ لمن الناموس؟
الأندلس المتحدة نشوة 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 تتسلل على صدارة، تتسلل على المقدمة، على المركز الأول، تضيف النقطة الثانية، تضيف النقطة الثانية لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المختوم وللمضمر المنتشي مطار بن سيف بن لاحج الهايري. ها هي لحظة وصول نشوة إلى خط النهاية، تهانينا وناموس مقام سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المختوم على هذا الفوز الجميل. المركز الثاني وصلت فعايل، وفي المركز الثالث المتحدة، المركز الرابع العدلة، الثالث طبعا فعايل الهجنة العاصفة، الرابع والخامس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رهاب سعيد المكتوم. أما على المركز الخامس فكان من نصيب الشاهنية لسمو أو شجرة سمو الشيخ حمدان بن رهاب سعيد المكتوم من وصلت على المركز الخامس. وها هو التوقيت الزمني هنا ولحظة وصول نشوة إلى خط النهاية بست دقائق 13 ثانية، خمسا من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رهاب سعيد المكتوم ولمطار بن سيف بن لاحج الهايري، بينما فعايل كان نصيبها المركز الثاني بست دقائق 14 ثانية، أربعة من الأجزاء من الثانية من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. أما على المركز الثالث فكان من نصيب شقرة من وصلت على المركز الثالث هنا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عبد الله بن سعيد بن الهايري. ست دقائق 15 ثانية، أربعة من الأجزاء من الثانية، تهانينا وناموس تهانينا للجميع. نتواصل معكم مشاهدينا متابعينا الكرام واجدد التحية بكم مرة ثانية مع انطلاقة شوطنا الثالث عشر.